ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا. النهارده كده بنتجول جولة، يعني دخل رحنا كنا جريتي عند عزة، وفي مول جنبيها كده بالظبط. دخلنا بقى اتفرجنا على اللبس الموجود هناك. البناطيل دي طبعا في بمية، 150، في ناس بتبيعها ب110، مش كله، كل حاجة ولها سعرها. اللي هي الليكرا ديت، وفي الفيزون، البناطيل الواسعة اللي طالعة موضة ديت. واتفرجنا ودخلنا كده، ده اسم المول اهوت. وهنشوف هنتفرج على ايه تاني. برفانات دي كانت اي برفان ب49 جنيه، يعني 50 جنيه. الشنط دي كانت ب99 جنيه. ده مول دخلناه كده جنب عزة بالظبط، في نفس الشارع اللي فيه عزة. الشنط دي كانت ب99، يعني ب100 جنيه. بس بصراحة دي برفانات بردك اهيت، كانت ب49.5. كل البرفانات اللي انتوا شايفينها ده كانت اي برفان ب49 جنيه. كان عامل على عربيتها كلها خليجي، الريحه بتاعتها حلوه بصراحه. وكانت اي برفان من ده كانت عليه عرض، كانت عامل عرض الواحده ب50 جنيه. بصراحه كان في روايح كتير حلوه. وانتي وقفنا بقى اتفرجنا، واللي عاوز حاجه خدها. بصراحه كان في تشكيله حلوه يعني، ودي كلها برفانات، دي انواع تانية. كان في بردك عليها عروض وكده. دي اللي هي الازاز اللي شكلها حلو، كان في منها حريمي وفي منها رجالي، بتاعتها كويسه بردك. تقريبا مش عارفه كانت ب100 جنيه تقريبا. دي ازاز من اللي هي المونوكيرو كده. دي كريمات مخمريه، برفانات. كل الشارع ده كان كله بقى ده مستحضرات التجميل وكده، برفانات، كريمات، شامبوهات، حاجات البشره كلها، الميك اب. دي ميداليات كده صغيره. المول ده كله ده كلها كان برفانات، كلها البرفانات دي كلها خليجي. دي ميداليات كده، ميداليات صغيرة. يعني كان في تشكيلة حلوة بصراحة. احنا دخلنا اتفرجنا كده، ووقفنا هناك كان في نافورة كده، ووقفنا اتصورنا وشفنا اللبس، وشفنا الحاجات اللي هي دي توك وحاجات زي كده، والحاجات الهاند ميد وشنط، وكان في اكسسوارات. كان في لبس خروج بقى اللي هو البناتي كاجوال. كانت في حاجات كتير بصراحة. دي توك صغيرة كده، صغنونة زي الكليبس. كان في حاجات تانية كتير، الحاجات الشغل اليدوي والهاند ميد وكده. قعدنا بقى اتفرجنا كتير ولفينا مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. دي كلها توك، ودي البناطيلة اهيت باشكالها. في حاجات ب100 بصراحة يعني. وفي بقى الحاجات اللي هي العطارة وكده، والزيوت، زيت زيتون. كان في حاجات كتيره بصراحه. قعدنا اتفرجنا كتير ولفينا واشترينا اللي احنا 120 جنيه. كانت في 130، مش كله يعني، كل حاجه ولها سعرها. حاطين اليافطه بتاعتها، كل سعر محطوط جنبه. في ب100، في ب120، مش كله يعني. المول كان في كل، كان في حاجات حلوه، في ب35، في ب5، في ب50، مش كله. طول ما احنا ماشيين كده احنا بنتفرج، في شرطيات، في حاجات ب65، في حاجات ب100، كشميو، بلوزات، حاجات اطفال. الشنط اللي انتوا شايفينها شنط هدايا كده، وكانت في اللي هي شنط سفر. يعني كانت في حاجات حلوه والله. احنا لفينا لفه حلوه، ووقفنا اتفرجنا على الشنط. كانت في شنط ب300. دي توك اكسسوارات اللي بتتلبس في اليد دي كده، ودي حاجات مضطره مشغوله. في حاجات بقى كريمات اللي هي اشغال يدويه وكده. في حاجات البحر، اشغال يدويه دي ما شاء الله كانت شكلها حلو. شايفين دي اشغال يدويه يعني، كلها اشغال هاند ميد، كلها اشغال. دي توك بقى، كانت في حاجات حلوه. وقفنا بصراحه يعني اتفرجنا على حاجات كتير. دي حاجات البحر، توك يعني، في عطاره، في هناك عطاره، في شاي، في حاجات كتير. احنا وقفنا، والحنه كمان، الحنه صبغه الشعر وكده. اي ديت كانت تقريبا كانت ب25 تقريبا. دوت كيس الحنه ده كان ب25 جنيه، كان ب25 جنيه. حلو يعني. ايه كانت في هناك صبغات كتير، وكانت في حنه، وكانت في صابون، انواع صابون بقى مختلفه. في حاجات بتفتح البشره، في حاجات للكلف، في حاجات للنمش. كان عنده بقى شاي تخسيس، شاي بانواعه كده، شاي مختلف يعني، انواع مختلفه بصراحه. وعنده العطاره بقى، كمون، نعناع، فلفل اسود، كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي. دي مستحضرات بقى تجميل، زي مخمريه، زي كريم وش، كريم اساس. كانت في حاجات بصراحه يعني، كل حاجه، في حاجات ب25، وحاجات ب30، وحاجات ب35.
كل حاجة مكتوب عليها سعرها بالاسم. شوية عند العطار دوت كانت في عنده حاجات حلوة، كانت عنده المخمرية حلوة كانت ب25 جنيه، عنده كان كريم تفتح وش، الصابون، في صابون للكلف، في للنمش، في للتجاعيد، في حاجات كتير بصراحة. انا وقفنا شوية وفي غسول، في صبغات، في العطارة بصراحة، وشممنا حاجة كده عاملة زي الجنزبيل بس لها اسم مختلف بس انا مش فاكراه. هو حب يختبرنا، قال اللي هتعرف انا هديها هدية. طبعا هو ريحته نفاذة شوية، هو عامل زي الجنزبيل بس ليه اسم تاني بقى. وقفنا عند النافورة ديت، شكلها حلو كده، الدنيا كانت ليل. يعني احنا بننزل متعودين بننزل مثلا من 1:30 أو 2 بالكتير، الوقت ده بيبقى حلو. طبعا زي ما انتم شايفين الناس كلها واقفة، ما يعني يعتبر ما فيش حد ما بيناموش اصلا، شغالين 24 ساعة. وقفنا بقى اتفرجنا واشترينا، وبصراحة كانت جولة حلوة. يعني اللبس كله هناك ما شاء الله في اشكال حلوة، في حاجات ب49 ده بناطيل، في شورتيات، في بلوزات، في حاجات كتير، في سويتشيرت، في حاجات مختلفة. المول كبير، قعدنا ما في حاجات ب125، في حاجات ب75، في حاجات ب150، مش كله، كل حاجة ايه ولها ايه سعرها. بناطيل بقى في حاجات كانت ب100 بس حسب المقاس وحسب الخامة، ده كان ب99. في حاجات تانية، هي البناطيل الواسعة اصلا هي اللي طالعة موضة اصلا، بناطيل جيب، القماشة اللي هي الطرية، في كريب، في كريشة، في حاجات حلوة بصراحة. احنا قعدنا وقفنا كده، دي الحاجات الشغل الهندي اليدوي ما شاء الله كان فيها تشكيلة حلوة، شنط صغيرة، شنط طول. بصراحة كانت في الوقت ده الدنيا كانت رايقة، يعني في الميعاد ده كويس، يعني كانت حوالي الساعة 2:30 كده او 3. حلو قوي دوت، كان بول ب650 جنيه. دخلنا بقى اتفرجنا على لعب الاطفال وكده، كانت في الجرادل، في نظارات، في حاجات كتير بصراحة. احنا وقفنا اتفرجنا، اكسسوارات، في خواتم، في كل حاجة بصراحة. نطلع مع بعض كده، ده محل اكسسوارات. وقفنا اتفرجنا شوية من بره كده، في حاجات لعب الاطفال بقى اللي هي الكور والحاجات ديت. بصراحة هو المول حلو، يعني في حاجات كتير حلوة، والعطارة دي بقى صابون، حاجات طبيعية وكده، اعشاب. واحنا ماشيين كده في حاجات كتير، في اعشاب مختلفة بقى، كل حاجة وايه اسمها مكتوب، دي جياب وبناطيل، برفانات، في كل حاجة، في نظارات، كاتب في نظارات ب60 جنيه، في حاجات في البناطيل اللي هي دي كاتب في حاجات ب110 حسب المسا الصغير، مسا صغير كاتب ب110، في حاجات كانت ب150، مش كله، كل حاجة ولها ايه سعرها حسب المقاس. يعني كانت مقاسات الصغيرة كانت ممكن ب100 110 120 اخرها، المقاسات الكبيرة اللي هي الحجم الكبير كانت ب150 جنيه، في منها احجام يعني. والخامة بتاعتهم حلوة، وفي كذا ستايل، يعني في كذا موديل كده، انت بتنقي بقى الموديل اللي بيناسبك. بس هي اغلبيتها هي الموديلات اللي هي الواسعة اللي هي طالعة اصلا ترند وموضة، وحلوة كمان عملية في اللبس كده وسهلة. ديكور صغيرة، ألعاب أطفال، جردل، جاروف، حاجات البحر وكده. وكانت في بطاية كده صغيرة زي لعبة صغيرة كده بتاكلها بتعمل صوت بالصفر، كانت في حاجات كتير بصراحة. شوية بقى كانت في نظارات، النظارة كانت ب65 جنيه، حلوة يعني، في منها أشكال مختلفة، يعني في حاجات ب65، حاجات ب75، مش كله، كل واحد بيبيع بسعر، يعني كانت في حاجات اغلى من كده. دي بقى غواش والذهب الصيني، كل حاجة ولها سعرها. خلاص احنا خلصنا اهو، طلعنا من المول ومروحين، ومشينا في الشارع. يعني واحنا مروحين كده قلت اصور واحنا ماشيين نشوف اجواء بالليل، الناس بقى بتأجر حاجات وكده. وكنا ماشيين كل الناس ما يعني ما شاء الله ايه كله خارج في الشارع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنوا ان شاء الله الفيديو القادم.